درسنا في كليتنا أنظمة التحكم في الجيل، منها البي ال سي ومنها المايكرو كنترول. احنا استخدمنا المايكرو كنترولر في مشروعنا. ازاي بقى؟ فكره العقل البشري انه بيبص على منظور معين او على جسم بيحوله جوه الدماغ لمجسم 3D وبيفهمه. احنا استخدمنا الفكره دي ان هو مشروعنا انه لو يبص على منظور وبالاخص الوجه او الوش هيفهمه، الجسم ده هيفهمه 3D. فاحنا استخدمنا المايكرو كنترولر والايمج بروسيسنج وربطناهم ببعض، ومن هنا طلعت فكره المشروع. ومشروعنا هو 3D فيس ريكوجنيشن. تكنيكال سيكيورتي تشالنجز. اغلب انظمه الامان تم تحرك بمعرفه البصمه او بتقليد بصمه السرعه. انما احنا في مشروعنا استخدمنا خاصيه 3D للتعرف على الفيس. بندخل الداتا الجديده الفيس الجديد وبيقارنه بالوجوه اللي عنده في الداتا دي. عن طريق ايه؟ عن طريق نوع السلطه في الوش. اي نظام سيكيورتي بحتاج فيه باسورد او كيس، وكمان بيكون حجمه كبير وبيكون بطيء في الدخول عليه، وكان ممكن ان انا اخدعه بسهوله. لكن في النظام بتاعنا انا مش محتاج ولا باسورد ولا كي، عشان يعتبر الباسورد بتاعي هو الكيس، وكمان بيكون حجمه صغير عشان كل اللي انا بستخدمه كان كتير، وبيكون هاي في السبيد اكسس على اساس بيكون الدخول بتاعه سريع على اساس انا بعمل ديتكشن للكيس بسرعه. وما اقدرش اخدعه ليه؟ عشان احنا بنستخدم في النظام بتاعنا كمرتين، يعني وبتاخد زوايا معينه من الوش وبيتم تجميعهم وبيبتدي يقارن بالصور القديمه اللي عندي، وكده ما نقدرش ان احنا نخدعه. لكن لو استخدمنا كاميرا واحده ممكن نخدعه عن طريق صوره مسطحه، فيبتدي يقارن بينه وبين الصوره القديمه، فممكن يسهل ان هو يتخدع. لكن في النظام بتاعنا صعب ان هو يتخدع. ايدنتيفاي اند روز ابلكيشن من ضمن الابلكيشنز المشروع بتاعنا. في اماكن بتحتاج انك تعرف على الاشخاص اللي داخله بسرعه جدا. فعندنا لو مصنع في 1000 عامل، كل عامل عشان يسجل حضوره هياخد اكثر من 30 ثانيه، وده وقت هيبقى كبير. لكن مشروعنا بيتيح ان ممكن يتعرف على كل واحد في خلال ثانيه او ثانيتين بالكثير. سيستم بريدكشن، طورنا الابلكيشن اللي فات عشان في اماكن مش مسموح لكل الناس تدخلها. فعملنا لوك على باب او على خزنه او على اي حاجه مثلا، بحيث انه ما يفتحش غير الاشخاص اللي هم مسموح لهم بس. مشروعنا احنا ركزناه في المنتج بتاعنا اللي هو بلايند ويل سي. يعني ايه بلايند ويل سي؟ يعني احنا هنخلي الاعمى يشوف الناس اللي حواليه بصوره طبيعيه جدا زي اي شخص تاني. الفكره كلها ان الاعمى هيلبس نظاره، النظاره دي فيها كاميرتين. الكاميرتين دي احنا هنبرمجهم بطريقه معينه اللي هو مشروعنا، بحيث ان الكاميرتين اول ما تتعرف على الشخص المعين اللي قدامه، ومن خلال قاعده بيانات متسيفه عند الشخص الاعمى ده، هينطق اسم الشخص ده في هيد فون في ودانه. دي اول طريقه. كمان احنا طورنا مشروعنا ازاي؟ خلينا الاعمى ممكن يقرا باراجراف عن طريق الكاميرتين الموجوده في النظاره. الكاميرتين هتاخد الحروف الموجوده في الباراجراف ويعمل لها بروسيسنج وهيقرا له الكلام ده في الهيد فون اللي في ودانه. ممكن نستخدم مشروعنا في كذا ابلكيشن زي الاي تي امز. ممكن المكنه مش هتطلع لي فلوس غير لما تتعرف على الوش بتاعي، يعني انا ممكن مثلا الباسورد يتسرق وكده واتعرض لعمليه سرقه، فمش هينفع ان المكنه تطلع فلوس غير لما تتعرف على وش الشخص ده. تاني ابلكيشن معانا الايربودز. احنا بنحط كاميرات في المطار عشان نقدر نتعرف على الناس اللي هم من عمل السفر حتى لو هم كانوا من طريق. كل الابلكيشن اللي فاتت دي ليها خطوات محدده في الشغل. احنا في بدايه شغلنا اول حاجه عملنا فيس ديتكشن. يعني ايه فيس ديتكشن؟ يعني اول ما يجي وش قدام الكاميرا يبتدي يعمل مربع على الوش ويحدده. تاني خطوه عملناها كانت هي فيس كابتشر. فيس كابتشر يعني ايه؟ يعني انا هبتدي اخد اول ما يجي يعمل ديتكشن على وشه يعمل عليه مربع، بيبتدي ياخد منه الكابتشر. تالت حاجه عملناها فيس ايدنتيفاي.
يعني احنا بنبتدي نحدد النقط بتاعتنا، النقط الثابته اللي على وش اللي هي نشتغل بيها في الايمج بروسيسنج. دي كانت تالت خطوه. رابع خطوه بتاعتنا كانت تيست كومباريزون. التيست كومباريزون دي بنستخدمها ان انا بيبتدي يقارن النقط اللي انا حددتها بالنقط الاساسيه اللي هي في الوش، بيبتدي يقارن بينهم. خامس نقطه عندنا هي التيست ماتشنج، بيبتدي يعمل مسح كل النقط اللي موجوده في الوش. لو النقط طلعت متشابهه بنسبه 100% بيبتدي يطلع اوت، لو النقط ما طلعتش متشابهه 100% بيبتدي ما بيطلعش الاوت، والاوت بيختلف عندنا على كل ابلكيشن. خطوات خمس خطوات دول ثابتين، وبيختلف الاوت بس على نقطه الابلكيشن اللي هم اللي هو عندنا. الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها في المشروع بتاعنا هي كانت اللاب فيو عشان عملنا بيه ايمج بروسيسنج، عملنا الاردوينو عشان نطلع بيه الانترفيس بين الاوت وبين الايمج بروسيسنج، واشتغلنا بالكاميرا عشان هي اللي تاخد كابتشر وهي تاخد الصوره اساسا. من احنا السنه الثالثه اتفقنا ان احنا نشتغل المشروع مع بعض. مع بدايه سنه رابعه اتجمعنا وكل واحد جاب الافكار اللي عنده. كان عندنا حوالي 12 فكره. صفينا الافكار دي عشان اخترنا الفكره ان احنا بينا نقدر نفيد المجتمع. عشان كده اخترنا 3 دي تسولوشن. بعد ما استقرينا على الفكره طلعنا مع الدكتور عبد العزيز الشريف والباشمهندس عصام مجيد. الاثنين بصراحة شجعونا جدا على الفكرة وقالوا ان هي فكرة كويسة وساعدونا كتير في ان احنا ننفذ الفكرة دي، وقالوا ان احنا ممكن كمان نقدم البحث يعني. بعد ما استقرينا على الفكرة قعدنا كلنا مع بعض نقود المشروع، وبدأ كل واحد فينا يقول ايه هي ميوله، يحب يشتغل في ايه. في ناس اختارت ان هي تشتغل في اللاب فيو، في ناس اشتغلت في الاردوينو، في ناس كانت بتنزل شير الكومبوننت بتاعنا، في ناس كانت بتنفذ البانر، كانت عملت لنا البانر، في ناس كتيرة ساعدتنا، في ناس كانت عاملة سيرش على النت. كل اللي كان حابب ان هو يستغل طاقة او حاجة في قدرته كان بينفذ. احنا لما جينا نوزع على شغل المشروع فكان في شغل هارد وير وشغل سوفت وير، فانا كنت حابب اشتغل في مجال السوفت وير وهو برمجة الارضية. فابتديت اذاكر الارضية وسبت ستوري مع نفسي، وابتديت او لقيت فرصة اكتر ان انا ابتدي اخد كورس فيه، فاخدت كورس الاردوينو وابتديت على اساس اربط بين الاردوينو والكنترولر اللي عندي وابتدي اعمل انترفيس ما بينهم بالبرنامج اللاب فيو وايا كان الاكشن اللي ابتدي انفذه عن طريق الاردوينو. في مشروعنا ما اخترناش مشروع تقليدي، اخترنا مشروع يفيد المجتمع ويفيدنا. مشروعنا افضل وسيله لمساعده العميان نظرا لكفاءتها وحجمها الصغير. ميزة المشروع بتاعنا هو تكلفته قليلة، دي أول حاجة. تاني حاجة إن هو قابل للتطوير، دي تاني حاجة. تالت حاجة إن هو قابل نعرف نطبقه في مصر. MIE مسابقة كبيرة ومشهورة والمجتمع متابعها، وكمان تقدر إنها تقدر فكرة مشروعك. MIE بتخرج مشاريع قيمة جدا وتقدر تفيد بها المجتمع وكمان ميديميديا. MIE هتساعدنا ازاي نعرف نتعامل مع الواقع الخارجي، وهتساعدنا ازاي نعرف نستفاد من دراستنا الاكاديميه في الشغل بتاعنا. كمان فكره قابله للتطوير مش للعميان بس، للاشخاص العاديين. ازاي؟ هنتحكم في الاجهزه عن بعد عن طريق الفيرتشوال.